السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو أنس من قناة موبي تيك. النهاردة معانا جهاز جديد من شركة واوي، هو الواي 6 برايم 2018. الجهاز ده يعتبر يا جماعة من الفئة الاقتصادية، لكن نازل بالأبعاد الجديدة اللي هي 18-9 مع أندرويد أوريو 8.0، ونازل كمان فيه خاصية الفيس اللوك اللي هي مش موجودة خالص في الفئة الاقتصادية، وده كله هنبينه في الفيديو بالتفصيل. أول حاجة نفتح الكرتونة مع بعض إن شاء الله. اول حاجة نتكلم فيها عن الموبايل وهي حجم الشاشة. الموبايل نازل بحجم شاشة 5.7 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720x1440 بالابعاد الجديدة اللي هي 18:9 بدقة HD+ مع كثافة بكسلات 282 بكسل لكل بوصة، والشاشة بتستحوذ على 75% من واجهة الموبايل. وطبعا ما فيش موبايل في الفئة الاقتصادية بالابعاد الجديدة، فبكده بيكون افضل جهاز ممكن تختاره في الفئة الاقتصادية هو الواي 6 برايم. الموبايل نازل باندرويد اوريو 8.0. اما عن المعالج، فالموبايل نازل بمعالج متوسط الاداء علشان اكون منصف، وهو رباعي النواة من نوع سناب دراجون 425 بقوة 1.4 جيجا هرتز مع معالج رسومي ادرينو 308. الموبايل نازل ب 2 جيجا رام وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت اب تو 256. نيجي نتكلم عن الكاميرا. الموبايل جاي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش ليد، وبتصور فيديو بجودة 1080. والموبايل نازل بكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل مع فلاش ليد. الموبايل كمان بيدعم خاصيه الفيس اللوك وفي مستشعر بصمه. واخيرا الموبايل نازل ببطاريه 3000 ملي امبير غير قابله للازاله. كده احنا عرضنا عليكم بعض الامكانيات السريعه للواي 6 برايم 2018. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.